في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بعد أيام من غياب النجم الهندي وممثل بوليود سلمان خان، البارحة يظهر حصريا في مقطع فيديو، وذلك بعدما كان غائبا عن الأنظار في الآونة الأخيرة، حيث أنه ظهر في الفيديو وهو يقوم بالتقاط صور مع عناصر الشرطة. ولكن ما هو السبب وراء تواجده هناك؟ ويشار أن سلمان خان كان قد تعرض في الآونة الأخيرة للتهديد بالقتل من طرف لورانس بشنوي، وهو المتهم الرئيسي في قتل اغتيال مغني الراب البنجابي سيدو موس، حيث أنه بعد هذه الجريمة الشنيعة التي تعرض لها المغني، ظهر اسم سلمان خان الذي تلقاه والآخر هو والده هذه التهديدات، وهذا ما جعل الأمر جديا للغاية. كما أن السبب وراء تواجد سلمان في مقر الشرطة هو أنه قد توجه إلى هناك للحصول على رخصة حمل السلاح، وذلك بعد أن أصبحت سلامته وسلامة عائلته في خطر. وقد لجأ سلمان خان لترخيص حمل السلاح، وذلك للدفاع عن نفسه وعن عائلته، علما أن سلمان خان قد قام بزيارة مكتب مفوض شرطة مومباي بفيك فانسالكار في جنوب مومباي. والجدير بالذكر أنه منذ تلقي سلمان خان التهديدات ووالده بالقتل، بدأت التعزيزات مكثفة بجانب منزل سلمان،